احنا بصدد تنزيل مضامين ديال مشروع ديال مختبر المواطنه اللي فيه واحد التالوت اللي هو كاينه جمعيه ديال تمدول اسيدي كحاضن وحنا كمركز وكفريق. مختبر المواطنه هو مشروع هادف الى تعزيز اليه التشاور العمومي المنصوص عليها دستوريا وفي القوانين التنظيميه، والهدف من خلاله هو خلق ثقافه التشاور العمومي لكي يكتمل الادوار الوظيفيه ما بين وحدات الفاعل السياسي المنتخب المعين والفاعل المدني اللي هو عارف قيمه المواطنه المدنيه واللي عارف قيمه المواطنه الحضريه واللي من خلال اليه التشاور العمومي المنصوص عليها لا في الدستور ديال الفصل 139 ولا باقي الاليات باش يكون حضور وازن وفاعل ومؤثر في صدوره القرار، والهدف من خلاله هو تجويد القرارات والخيارات العموميه. هذه الورشه التكوينيه اللي حنا بصدد يعني تنظيمها مع بشراكه مع جمعيه تمدولت وجماعه سيدي بيبي والسفاره بدعم من السفاره الامريكيه او الوكاله الامريكيه للتنميه والتعاون، هاد الورشه اللي في اطار واحد المشروع ديال مختبر المواطنه لتفعيل وتعزيز المشاركه السياسيه المدنيه للفاعل المدني بمنطقه سيدي بي عموما. يعني الهدف منها هو اشراك الفاعل المدني في الاقتراح في التشاور العمومي من اجل خلق واحد الفضاء يعني ديال يعني القيام بكل المسؤوليه كما يجب، ويعني يعني فتح المجال امام الفاعل المدني في المشاركه السياسيه المدنيه. بالنسبه لهذه الورشه هذه هي ورشه اللي هي تطيريه للناس ديال جماعه سيدي بيبي ولا الشباب ديال جماعه سيدي بيبي، تنظمت من طرف الوكاله الامريكيه ومن طرف جمعيه تمدولت اللي حضنا طرف المنظمه المغربيه لحمايه الطفوله. ورشه اللي عطت واحد الطابع جميل للشباب وقدرت انها تكونهم، وهذا الشيء يعني هذه المره الثانيه ومازال كاينه الاستمراريه يعني المرات اخرى، ونتمنى انه هذا الشيء يعطي واحد الطابع لسيدي بيبي وما يمرش مرور الكرام.